مكان. طيب إلى خبر آخر مدني، حريصون على الانضمام للتجارة العالمية. أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس حرص الحكومة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحسين البنية التحتية والاستفادة من القوانين التي تنظم حركة التجارة. وقال إن من أولويات الوزارة التأكيد على القوانين وتطبيقها خاصة التي تنظم التجارة الداخلية والخارجية. وأشار إلى الاهتمام الكبير بمجلس المنافسة وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يعتبر من القوانين المهمة لنفاذه وقوته ودوره الفعال في تلقي الشكاوى والبت فيها وتنظيم الأسواق، وأمن لدى لقائه بمكتبه وفد مجلس المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية على دعم المجلس وحل جميع المعوقات التي تعترضه حتى يقوم بدوره المنوط به لمصلحة المواطن والاقتصاد القومي. طيب، يعني أهمية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ومدى إنزال يعني المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أرض الواقع. ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ملف أنا في اعتقادي استهلك وقت طويل جدا في الفترة السابقة، في فترة النظام السابق وجرت مفاوضات وجرت لقاءات عديدة جدا خلال سنوات طويلة، والملف توقف في العام الماضي 2018 لفشل الحكومة في التوصل حتى إلى اتفاقيات ثنائية تتيح للسودان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. هناك مطلوبات عديدة جدا تنتظر السودان الإيفاء بها قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. الاقتصاد السوداني ظل لفترة طويلة جدا منذ خروج انفصال جنوب السودان وخروج مورد النفط من الاقتصاد ظل يعاني من هشاشة، وما يزال الاقتصاد السوداني يعاني من هشاشة. السودان يحتاج، هناك مطلوبات عديدة من لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. المسألة ليست أمرا سهلا، حتى هناك قرارات عديدة جدا تتعارض صدرت في الحكومة السابقة تتعارض مع عملية الانضمام، وحتى القرار الأخير الذي صدر من وزير التجارة الذي يتحدث الآن عن منظمة التجارة العالمية، القرار المرتبط بمنع الأجانب من ممارسة التجارة، هذا قرار ضد الخطوات السائرة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، وهو قرار محتاج بالتأكيد محتاج إلى مراجعة ومحتاج إلى إعادة النظر ومحتاج إلى كثير من القرارات حتى يصبح السودان مستوفيا لكل شروط منظمة التجارة العالمية. طيب، في إشارة ثانية في الخبر ده إلى انضمام أيضا واهتمام السودان بمجلس المنافسة وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. في رأيك هل ممكن أنه يضبط الأسواق والتشريعات القوانين تنزل على أرض الواقع وتجد رقابة عموما من الجهات المسؤولة؟ والله هذا يحتاج إلى عمل كثير من هذا المجلس. انا رايت شخصيا اسمع به لاول مره، صحيح. لم اسمع به من قبل، وانا اتساءل انه اين كان طوال هذه الفتره الماضيه. نتمنى انه الان هذا المجلس يعمل، لانه هناك كثير من التشوهات التي لحقت بالاقتصاد، وهناك الاسواق الان تعاني من ندرة في بعض السلع وتعاني من زياده ارتفاع فاحشه في الأسعار، وتعاني من الأسواق تعاني من فوضى تحتاج إلى ضابط.